تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. إن الأعزاء صبحكم الله بالنور والسرور والعافية، ودائما نصبح عليكم بروح التفاؤل والطاقة الإيجابية. نرحب فيكم مستمعينا الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم المتألقة دائما إذاعة نور دبي. أرحب بفريق العمل في الإعداد، فريق هيئة الصحة في دبي، التنسيق والمتابعة معانا اليوم أختنا إسراء الهاشمي، ومخرجنا المبدع دائما نمر محمد، ومعاكم في التقديم الدكتورة هند العوضي. مستمعين الأعزاء، من خلال برنامجكم صحة وسعادة أذكركم بأرقام التواصل معنا لأي ملاحظات أو أي استفسارات. أرقام الآتية هي 600-55-1414، والرسائل النصية القصيرة 4006. طبعا كما عودناكم دائما مستمعين، قبل ما نبدأ حلقتنا نذكركم بحين أنا قمت أسمي المثلث الذهبي لحمايتنا ضد كوفيد-19. حافظوا دائما على مسافة كافية بينكم بين الآخرين لا تقل عن مترين. احرصوا على غسل يديكم باستمرار لمدة 20 ثانية على الأقل بالماء والصابون، وإذا ما كان عندكم الماء والصابون الجل المعقم. وطبعا ودائما احرصوا على ارتداء كماماتكم بالطريقة الصحيحة طوال للوقت. حلقتنا اليوم متنوعة ومليئة بالأخبار الشيقة والمناقشات الجميلة. راح نتحدث عن المكسرات وشو هي فائدتها في تجنبنا للإصابة بالأزمات القلبية. طبعا معانا كالعادة أسماء الجناحي بتعطينا آخر الأخبار عن وسائل التواصل الاجتماعي. واليوم راح نتحدث بالتفصيل عن حملتنا السنوية في هيئة الصحة في دبي، عن حملة دمي لوطني، وحلقة ورعاية كبار السن، وراح نتحدث مع دكتورة سلوى عن كيفية العناية بالجهاز الهضمي. وأيضا في فقرة التغذية اليوم عنا راح نعرف الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي. مستمعينا، ناخذ معانا الحين أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة في دبي. صباح الخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. إيش عندك اليوم من أخبار حقنا في وسائل التواصل الاجتماعي؟ من ضمن الأشياء اللي عندي قنوات التواصل الاجتماعي، أمس كان يوم يعني تم إعلان عن فحص اللعاب، وذلك تخفيفا وتسهيلا على الأطفال ما بين 3 إلى 16 سنة. اعتمدت هيئة الصحة طريقة أخذ عينة من اللعاب لفحص كوفيد بدلا مسحة الأنف، وذلك استنادا للبحوث والدراسات العلمية المتخصصة والبروتوكولات التي تمت بين الهيئة وجامعة محمد بن راشد للعلوم للطب والعلوم الصحية. هذا الخبر كان نلاقى كثير من الاستحسان أمس، والكثير الكثير كانوا يعني خصوصا الأمهات كانوا سعيدين بهذا الخبر، لأن فحص الأنف شوي كان يعني مزعج جدا للأطفال. كل الأمهات يحسون بهذا الشيء، كل الأمهات استانسوا بالخبر، كل الأمهات صح. فواجه صوتنا ملاحظات، كان حتى هذا الخبر من أكثر الأخبار تفاعلا في قناتنا حتى بالتحديد، وكان هذا أيضا يعني بشراكة مع شركة الاستراتيجي جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية. أيضا من ضمن الأشياء اللي تم وضعها في قنوات التواصل الاجتماعي هي المناعة، وكيف يمكن لأولياء الأمور تعزيز مناعة الأطفال حتى لو كانت يعني مناعة الطفل قوية، لكن مناعة المناعة القوية لن تحمي من الإصابة بكوفيد-19 إلا إذا كان ملتزم بالتدابير الوقائية. لذلك حتى لو أنت مناعة قوية، نحن ننصح دائما بالتباعد في وغسل اليدين وعدم لمس الأنف والعين والفم
دون غسل يدين. ايضا من ضمن الاشياء تم عرض يعني في من حساب المكتب الاعلامي لحكومه دبي مشاركه اطفال خط الدفاع الاول في كل من مستشفى دبي ولطيفه ومستشفى راشد في مبادره ام الامارات قدوه ملهمه والتي تنظمها مؤسسه ميسا بن احمد هي المبادرات المجتمعيه والثقافيه. ايضا هم مستمرين في توعيه المجتمع بمرض السكري وامس كنا مخصصين فيديو توعوي عن مرض السكري والتمارين الرياضيه. نحن نتمنى ان دام يعني موسم العطل جاي والاسبوع الجاي بتكون اجازه طويله نتمنى الكل يفكر في الاماكن اللي يصير هذا اماكن زحمه ما يروح لها اذا كان الحفلات اللي يعني نحاول نلتزم بالتدابير الموجوده بعدد الاشخاص المسموح فيهم. في النهايه سلامتنا وسلامه عيالنا وسلامه اللي حولنا بيدنا نحن بالتزامنا والتزام الجميع ودمتم بصحه وسعاده. اسم الجناحي شكرا على وقتك الثمين وعلى رسائلك المميزة جدا. بس يعني هذا شيء جميل جدا إن فحص اللعاب يعني هذا تعاون جدا جميل مع جامعة محمد بن راشد اثبتت يعني حتى يعني دولتنا تقدر تثبت التجارب والاختبارات وتقدر تسوي الجميع من الدراسات وتثبت فعالية العديد من الفحوصات. وفحص اللعاب هذا راح يسهل على الكثير من الأمهات لعمل الفحص لأبنائهم إذا كانوا هم شاكين. وذكر الجميع احنا ما زلنا في حملة توعيتنا ضد مرض السكري وما زلنا في تحدي 30-30 يمكن هو على أيام الأخيرة بس بعد نشد الهمة ونستمر في تحدينا لين آخر الشهر. وطبعا مثل ما قالت أسماء رح نبدأ موسم الاحتفالات والأيام اليوم الوطني. طبعا أنا أنصحكم استانسوا بهذا اليوم لكن لا تنسون أن من الضروري أنكم تلتزمون بجميع الإجراءات الاحترازية أثناء احتفالكم بهاي الأيام السعيدة. ونتكلم اليوم عن خبر اليوم يقول المكسرات تجنبك الإصابة بالأزمات القلبية. كشفت دراسة طبية حديثة أن تناول حفنة من المكسرات يوميا مثل الكاجو أو الفستق أو الجوز أو البندق وما إلى غيره يخفض خطر إصابتك بأزمات القلب بمعدل 33%. الدراسة اللي أجرتها مدرسة هارفارد تي اتش تشان للصحة العامة في بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية إن اللي يأكل ما يقارب 31 غرام على مدار 5 أيام في الأسبوع راح تساعد في تخفيض نسبة إصابته بالأمراض القلبية الوعائية القاتلة. والنتائج الدراسات أظهرت أن إذا أنت أكلت الجوز قد يقلل من مخاطر إصابتك بأمراض القلب التاجية بنسبة 15% مقارنة بأولئك اللي ما يأكلون الجوز أو ما يضيفون أي نوع من المكسرات في نظامهم الغذائي. طبعا المكسرات معروفة أنها غنية بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة مثل الأحماض الدهنية الغير مشبعة وهذه الأحماض الدهنية المفيدة لنا إحنا أعزائي المستمعين والألياف والفيتامينات والمعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم. طبعا إحنا نعرف أن المكسرات شوية عالية في السعرات لكن حفنة من المكسرات اليومية لها فوائدها وأنا أنصحكم أنكم تأخذون هاي الحفنة وما تكثرون أكثر منها. مستمعين الأعزاء بناخذ فاصل قصير وبنرجع لكم مع فقرة خدمات الهيئة. اليوم رح نتحدث عن حملة دمي لوطني مع الدكتورة مي ياسين رؤوف. فاصل قصير مستمعينا وبنرجع لكم. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم في برنامجنا صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أرجع أذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. أطلقت هيئة الصحة في دبي دورتها التاسعة لحملتها الوطنية دمي لوطني اللي تستهدف مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية
وكافة أفراد المجتمع المحلي بشكل عام، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز مخزون بنك التبرع بالدم وزيادة قدرتها على الاستجابة القصوى للحالات الطارئة. يحدثنا عن هذا الموضوع، يسرني أن أستضيف معنا عبر الهاتف الدكتورة مي ياسين رؤوف، المدير الطبي لمركز دبي للتبرع بالدم. صباح الخير دكتورة. صباح النور والسرور، أهلا بكم. دكتورة مي، لو شوية تحدثينا عن الفكرة العامة عن الحملة وإلى متى راح تستمر. نعم، أطلقت هيئة الصحة بدبي الدورة التاسعة لحملتها السنوية دمي لوطني، واللي تستهدف مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع المحلي بشكل عام. وأطلقت هذه الحملة للمرة الأولى عام 2012 تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفظه الله، ولاقت نجاحات متتالية عبر السنوات التي تمت من خلالها تنفيذ هذه الحملات. طبعا الأهداف الرئيسية للحملة هي تعزيز ثقافة التبرع بالدم الطوعي كعمل وطني وعمل إنساني، خصوصا في الظروف اللي لحد الآن مع تطور الخدمات الصحية والعلوم بصورة عامة لا يوجد بديل لدم الإنسان، فإحنا بحاجة إلى دعم الأصحاء من أفراد المجتمع الذي يستطيعون التبرع بالدم، للتبرع بالدم اللي يساهم في إنقاذ حياة المرضى المحتاجين، ويوميا في عشرات المرضى اللي يحتاجون إلى نقل دم لإنقاذ حياتهم. طبعا الحملة من خلال نشرها ومن خلال مبادرة ومشاركة أفراد المجتمع من جميع أطياف وجنسيات مختلفة يساهم في حصول المركز على وقدرته على الاستجابة للحالات الطارئة وأصناف الدم النادرة كذلك. فإحنا من خلال هذه الحملة ننشر الوعي وننشر الثقافة، ونستطيع أن نسحب كميات كبيرة من الدم، ونستطيع أن نغذي المعلومات المركز بمعلومات خاصة بالمتبرعين اللي يحملون مختلف أصناف الدم، مثل ما ذكرنا بعض الأصناف النادرة اللي نستطيع أن نوصل إليها من خلال هذه الحملات الواسعة للتبرع بالدم. جميل جدا دكتورة، لو تحدثين عن بعض الجهود والإنجازات اللي حققتها حملة دمي لوطني منذ أن انطلقت مثل ما قلتي في 2012. منذ عام 2012 إلى حد عام 2019 هي حملة سنوية، استطعنا من خلالها سحب 22,137 وحدة دم. طبعا كل عام يزيد عدد المتبرعين بالدم، والحملة تشمل وتغطي مكانات أوسع، ومثل ما قلنا أنه نقصد بالحملة تنسيقها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ودائما يشاركون بها أفراد المجتمع من مختلف الأعمار من عمر 18 إلى عمر 65 سنة. وطبعا حسب إحصائياتنا هناك 136 جنسية تتبرع بالدم، وهذا طبعا شيء مهم لاستمرارية وجود مخزون كافي في مركز دبي للتبرع بالدم واللي يغطي إمارة دبي، ومن خلال المركز يتم صرف الدم إلى جميع مستشفيات هيئة الصحة بدبي، وحاليا ما يقارب 40 مستشفى خاص في الإمارة يعتمدون في حصولهم على الدم ومكوناته من مركز دبي. فهذه الحملات مش بس الغاية منها أنه نسحب كميات دم، بس نشر الوعي، نشر الثقافة. في كثير ناس تتخوف من التبرع بالدم، لكن بس يجون يتبرعون مرة واحدة يحسون بالطمأنينة، يحسون ما توفر هيئة الصحة في دبي من خدمات عالية المستوى عالية الجودة، خدمات ذكية تساهم في إعطاء الطمأنينة للمتبرعين بالدم، وطبعا تضمن سلامة وجودة الدم المنقول لمرضانا.
طبعا يعني دكتورة، زيادة كمية الدم على مدى السنين هذا يثبت مدى الجهود اللي تبذلونها دكتورة في زيادة ثقافة التبرع بالدم في المجتمع، وهاي جهود يعني أنا حابة أشكركم عليها دكتورة، يعني جهودكم معروفة وواضحة جدا. لو تحدثين شوي دكتورة عن حافلات التبرع بالدم وشو كان لها دور في تعزيز نجاح المركز. طبعا احنا نوصل الى مختلف افراد المجتمع والى جميع الدوائر ونسهل عمليه التبرع بالدم للمتبرعين، فنتواجد في مكان في اماكن تواجدهم، وهذا كله يتم عن طريق حافلات التبرع بالدم، فهي حافلات متنقله، هي بنوك دم متنقله مجهزه كل حافله باربعه اسره وفيها كل الاجهزه الطبيه والانظمه الالكترونيه الذكيه اللي تساهم في تسهيل عمليه التبرع بالدم وتقصير وقت الخدمه. وطبعا وجودنا بالقرب من المتبرع بالدم مثل في مكان عمله عندما ننظم هذه الحملات مع دوائر ومع شركات، أو مرات نتواجد في أماكن عامة مثلا في مراكز اتصالات أو في محطات المترو، فهذا بيشجع المتبرع اللي مرات مثلا ما يكون في عنده وقت أنه يجي للمركز يتبرع أو ما يتذكر حتى أنه يتبرع، لما من عندي شوف الباص أو حفلة التبرع بالدم هذا يحفز للتبرع بالدم ويسهل عملية التبرع بالدم. إحنا طبعا في عام 2012 من خلال حملة الدم الوطني كان عدد الوحدات المسحوبة 418 وحدة، لكن في عام 2019 الحمد لله قدرنا نسحب 6206، فالفرق كبير، فرق كبير، وعملية الحملة تأخذ نجاحات كبيرة، والحمد لله. طبعا هذا لا يعكس فقط جهودنا بالوصول للمتبرعين، لكن هذا يعكس كذلك انه وعي المجتمع وحب الناس من مواطني دولة الامارات ومن المقيمين على ارضها في حبهم لعمل الخير والعمل الانساني النبيل، لان احنا دائما نقول انه المتبرع بالدم الطوعي يتبرع بالدم لشخص لا يقابله طول حياته ولا يعرف هذا الدم وين حيروح، فهذا واحد من أنبل الأعمال الإنسانية اللي يساهم بها المتبرعين بالدم. وأحب طبعا أوجه الشكر والتقدير لجميع المتبرعين بالدم وخصوصا المتبرعين اللي لم يتوقفوا عن التبرع بالدم خلال جائحة كوفيد اللي يعني تباطأت بها الحياة في مختلف الجوانب، لكن الحمد لله الأشخاص اللي كنا نتصل فيهم ونطلب منهم إنه يتبرعون بالدم ما كانوا يتأخرون ويجون يتبرعون بالدم، والله يجازيهم كل خير طبعا على هذا العمل الإنساني. حافلاتنا مجهزة بأحدث التجهيزات، وأعلنت هيئة الصحة مؤخرا في بداية هذا الأسبوع عن وصول حافلة جديدة تنضم إلى طاقم الحافلات المتوفر بالمركز، ومن أحدث الحافلات الموجودة داخل الدولة. والحمد لله يومياً إحنا في المركز ننظم بين 2 إلى 3 حملات بالتبرع بالدم، وإحصائيات عام 2019 تكشف أنه تم تنظيم ما يقارب 800 حملة للتبرع. دكتورة طبعا هذه المسؤولية يعني المجتمعية هذه ليست بغريبة عن سكان إمارة دبي والإمارات بشكل عام. دكتورة نورتني سؤال عبر الرسائل النصية، يسألنا أخ محمد شو هي المدة اللي نقدر نخزن فيها الدم؟ طبعا الدم عندما ينسحب من المتبرع ينسحب كدم كامل، لكن يذهب إلى المختبر لتحضير مكونات الدم، فمن كيس الدم الواحد ممكن أن نستخرج كيس يسمى كريات الدم المركزة، وهذه يكون عمرها 42 يوم، وهي طبعا تستخدم لعلاج مرضى فقر الدم. وكذلك من كيس الدم الواحد نستخرج مكون آخر يسمى الصفائح الدموية، يكون عمرها 5 أيام فقط، وتستخدم هذه لعلاج حالات النزيف. فالصفائح الدموية هي خلايا تساهم في تكوين الخثرة وكذلك تمنع النزيف. بالإضافة إلى هذا من كيس الدم الواحد ممكن نطلع ما يتبقى واللي يسمى بلازما الدم الطازجة، وهذه تخزن لمدة سنة كاملة. جميل. وتستخدم لعلاج الحروق وعلاج
المرضى اللي يكون في عندهم نقص في عوامل التخثر. يعني معناها انه الشخص اللي يتبرع بكيس دم واحد ممكن ان يساهم بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى في انقاذ حياة 3 مرضى. فالمريض ياخذ كريات الدم المركزة والاخر ياخذ صفائح الدم والمريض الثالث ياخذ بلازما الدم. فان شاء الله يعني الاجر يكون كبير عند رب العالمين ويساهمون في انقاذ مرضى من بمختلف الحالات المرضية. دكتورة مي لو يعني شوية تعطينا نبذة قصيرة عن تطبيق دمي، نبذة قصيرة نظرا لضيق الوقت دكتورة، تطبيق يعني دمي يعني كيف الشخص، هل هو سهل استعماله، هل راح يسرع عملية التبرع؟ بس تعطينا نبذة قصيرة جدا عن هذا التطبيق. نعم، هيئة الصحة في دبي لها تطبيقات ذكية، وداخل التطبيقات هيئة الصحة الذكية هناك خدمة دمي. وخدمة دمي هي يستطيع أي شخص حتى لو لم يتبرع بالدم سابقا أنه يقرأ عن التبرع بالدم، شروط التبرع بالدم، بعض المعلومات التثقيفية. وإذا حاب يتبرع بالدم هناك استبيان يقوم بتعبئته، موجود باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. وبعد ما يعبي الاستبيان ويقوم بإرساله، النظام يعطي QR كود اللي يحطه في تليفونه ويجي اليوم الثاني يتبرع بالدم، فلح يقصر من فترة التبرع بالدم ما يقارب 20 دقيقة. فبدل ما يكون هذا شيء جدا جميل دكتورة. نعم، كذلك عن طريق خدمة دمي هناك خدمة متاحة للأشخاص اللي يحبون يتبرعون فقط بالحالات الطارئة. جميل. يعني ما يحب يتبرع الحين، بس لو في طارئ يجي يتبرع. وبصراحة يعني شهريا بين 2000 إلى 2400 شخص يسجلون في التبرع بالحالات الطارئة، وتم استخدام هذه المعلومات خلال جائحة كوفيد. كنا نتصل بالناس ونقولهم في عندنا حالة طارئة، وهم الأشخاص الذين سجلوا معلوماتهم في خدمة دمي، فكانوا يأتون للتبرع بالدم. وطبعا يعني نحس الأشخاص للتطلع على خدمة دمي داخل تطبيق هيئة الصحة الذكي، يقرون معلومات عن التبرع بالدم، فعاليات المركز، وين يروح الدم، شو فوائد التبرع بالدم. وطبعا نحثهم إذا كانوا يستطيعون التبرع بالدم للتسجيل والمساهمة في إنقاذ حياة المرضى. شكرا دكتورة مي ياسين رؤوف المدير الطبي لمركز دبي للتبرع بالدم، جهودكم نشكرها، وبالفعل جهودكم جدا واضحة. يعطيك ألف عافية دكتورة على وقتك الثمين معنا. الله يحفظكم، شكرا. طبعا مستمعينا يعني تطبيق دمي سهل كثير عليكم التبرع بالدم، ادخلوا التطبيق وسجلوا معلوماتكم وبياناتكم وراح تسهل عليكم تبرعكم في الدم. وطبعا يعني مركز التبرع بالدم يحافظ على جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية ويحرص أشد الحرص على حفاظ على صحتكم وسلامتكم. مستمعينا الأعزاء راح نطلع فاصل قصير وبنرجع لكم مع مصطلحنا الطبي، وراح نعرف شو هو الفرق بين الجوع الحقيقي والعاطفي. فاصل قصير وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء رجعنا لكم في برنامجكم صحة وسعادة، تقدمه لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتكم إذاعة نور دبي. أذكركم بأرقام التواصل معنا 600551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة 4006. من أكثر مسببات السمنة هو التناول المفرط للطعام والحلويات من دون حاجة الجسم الحقيقية لها، وهي حالة نسميها بالجوع العاطفي، وربما يعاني منها الكثير من الأشخاص. أعزائي المستمعين، خلونا نعرف شو الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي. نستضيف معانا اليوم الأستاذة ندى علي، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة في دبي. صباح الخير أستاذة ندى. صباح النور أستاذة ندى، لو تخبرينا شوي شو هو الفرق بين الجوع الحقيقي والجوع العاطفي؟ أكيد الجوع الحقيقي أولا هو
طبيعة فيزيولوجية تعمل، تقوم الخلايا الدهنية في الجسم بعد تناول أي وجبة على زيادة إنتاج هرمون الليبتين أو هو ما يسمى هرمون الشبع. فبعد مرور بضع ساعات تقل نسبة هذا الهرمون وتزيد هرمون المعاكس له اللي هو الغرلين تدريجيا اللي هو هرمون الجوع. لكن في الجوع الوهمي أو العاطفي لا تتغير الهرمونات، بل تقود الأهواء العاطفية في تحديد رغبة الشخص في تناول الطعام. كيف نميز بينهم؟ في أن الجوع الحقيقي هو أول شيء يبدأ تدريجي وينشأ بعد تناول الطعام بعدد من الساعات، تقريبا من 6 إلى 12 ساعة. ويشعر الإنسان بتقلبات في المعدة تستمر حوالي 30 ثانية، ويمكن إشباعه بأي صنف من الطعام ويزول الشعور عند تناول ما يكفيك من الطعام، في حين أن الجوع الوهمي لا ينشأ نتيجة حاجة الجسم لهذا الأكل، ولكن يرجع سبب عدد من العوامل النفسية، ممكن توتر، ممكن حزن، ممكن فرح، ويبدأ فجأة وبشكل ملح ويجعلك تتناول كميات أكبر من المعتاد وتشعر بتخمة. فمن النصائح اللي أفضل أن نتغلب عليها، أول شيء أن ننتظر نص لما يأتي شعور الجوع، ننتظر ساعة عشان نتأكد إذا هذا شعور جوع حقيقي أم وهمي. يعني تنصحين أن ننتظر ساعة زمان قبل ما نأخذ وجبتنا الثانية؟ بالضبط، ننتظر نص ساعة، إذا استمر هذا الشعور فهو يعتبر جوع حقيقي، وإذا راح هذا الشعور فهو شعور وهمي. ومن المسببات الأساسية أيضا التخلص من التوتر، الضغط النفسي عن طريق ممارسة مثلا التنفس العميق، الرياضة، اليوغا، وأن ما نجعل الأصناف مثلا الغير صحية، الحلويات متاحة أمامك في المنزل. وأفضل نصيحة اللي هو استهلاك 3 وجبات في اليوم رئيسية، ومن بينهم وجبات خفيفة، يعني ينظم وجباته عشان ما يحس بأي نوع من الجوع أثناء، ويحافظ على صحة النفسية مالته ويبتعد عن التوتر. بالضبط. في أي شيء ثاني حابة تضيفينه أستاذة ندى تنصحين فيها اللي يعانون من هاي الظاهرة؟ هو بالنهاية التوازن في الوجبات الغذائية، ممكن الواحد يشتهى ويصير في خطأ أي من الوجبات الغير صحية، بس كميات معتدلة مو مشكلة، ودائما نخلي خيارات الصحية أمامنا. شكرا أستاذة ندى على معلوماتك القيمة، ونعرف الكثير عندهم هذا الجوع العاطفي، يعني يقولون إحنا مش ما نشعر بالجوع لكن حاسين بالحاجة لتناول الطعام، فممكن هذه النصائح ممكن تفيدهم في السيطرة على هذا الجوع. شكرا أستاذة ندى على معلوماتك الجدا قيمة، ويعطيك ألف عافية. الله يعافيك. مع التقدم في العمر تحدث لدى كبار السن العديد من التغيرات الفسيولوجية والنفسية والعقلية، من بينها تغيرات في أداء الجهاز الهضمي، والأمر اللي يتطلب من الشخص الاهتمام بصحة الجهاز الهضمي في مراحل مبكرة من خلال العديد من الفحوصات الدورية التي ممكن أن تقلل من المضاعفات والمشاكل الصحية اللي تنتج عند التقدم في العمر. اليوم راح يحدثنا عن هذا الموضوع بالتفصيل معنا الدكتورة سلوى السويدي، استشاري ومدير مركز سعادة كبار المواطنين بهيئة الصحة في دبي. صباح الخير دكتورة سلوى. صباح النور، أهلا وسهلا دكتورة سلوى. طبعا أنت يعني خبرة واستشارية في سعادة الكبار المواطنين وما إلى ذلك، لو شوية تحدثين عن كيف يتأثر الجهاز الهضمي مع التقدم في العمر. أوكي. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. كل أجهزة في الجسم تتأثر مع التقدم بالعمر، ما نقدر نقول أنه في جهاز مستثنى عن أنه هو يصير فيه تغيرات، لكن سبحان الله بالنسبة للجهاز الهضمي هو أقل أجهزة الجسم تأثراً بالتغيرات اللي تصير مع مرحلة الشيخوخة، بمعنى أن الإنسان ممكن يعمر ويعيش فترات طويلة بدون ما يشتكي من مشاكل يعني significant أو مشاكل كبيرة خاصة بالجهاز الهضمي. جميل جدا. لكن طبعا في تغيرات فسيولوجية تصير لدى الكل، في بعض الناس
تبين أو تظهر هذه التغييرات الفسيولوجية على شكل أعراض أو أمراض، وفي بعض الناس يمشون حياتهم بدون مشاكل. طبعا الجهاز الهضمي حال أي جهاز في الجسم يتأثر بمرحلة شيخوخة، تصير في بعض التغييرات الفسيولوجية، من أهمها إحنا بالنسبة لنا نعتبرها شيء وايد مهم أن الأحماض مالت المعدة تقل. طبعا احنا عارفين ان المعدة محتاجة ان المعدة تفرز بشكل طبيعي احماض معينة، هالاحماض تساعد في عملية هضم الطعام وامتصاص المواد المفيدة من الـ من الـ من الـ من الطعام. لدى الناس الكبار هذه الاحماض تقل، افراز هذه الاحماض يقل، تقريبا 25% من الناس الكبار يقل عندهم افراز الحمض المعدي احنا نسميه، فهذا الشيء طبعا ممكن يأثر على ضعف امتصاص الحديد، الكالسيوم، فيتامين بي 12، فهذه الشغله تخلي الناس الكبار معرضين اكثر من غيرهم ان يكون عندهم مثلا مشاكل فقر دم نتيجه ضعف الامتصاص. لكن ارجع اقول هذا مو شرط، يعني هذا مو بشيء راح يصيب كل كبار السن. انت قلتي 25% يعني تقريبا مو كلهم. دكتورة احنا نعرف ان الامساك مشكلة منتشرة بشكل كبير بين كبار السن، ممكن نعرف شوي اهم اسبابها وكيف ممكن احنا نتعامل مع الامساك؟ طبعا هذه اهم شغلة او اهم مشكلة يعاني منها، او عرض احنا نقدر نقول مشكلة يعاني منها كبار السن. طبعا في وايد اسباب، مع التقدم بالعمر قدرة الامعاء على الانقباض تقل. طبعا احنا عارفين ان احنا محتاجين الامعاء انها تنقبض وترجع تصير ريلاكس وترجع تنقبض علشان نقدر نتخلص من الفضلات. شو يعني الامساك؟ بتعريف الامساك هو خروج، يعني الخروج يكون صلب بمعدل اقل من 3 مرات اسبوعيا، عشان نقدر نقول ان الشخص يكون عنده امساك، لان في ناس تكون طبيعتهم كذي. فنتيجه ضعف حركه الامعاء، هذا السبب الاساسي، اضافه للجفاف. الناس الكبار ما يشربون ماء لانه ما يحسون انهم عطشانين، هاي مشكله كبيره جدا، وهاي بتزيد الحين مع موسم الشتاء بعد دكتوره. بالضبط فالجفاف اضافه لقله الحركه، الشخص اللي يمشي ويتحرك ويسوي رياضه راح يلاحظ ان حركه الامعاء عنده راح تكون طبيعيه، غير عن الشخص اللي يكون مثلا طريح الفراش حركته قليله. إضافة لبعض الأمراض، مرض الباركنسون مثلا أو شلل الرعاش، هذا واحد من الأسباب اللي أصلا تسبب أمساك. وتناول بعض الأدوية اللي يكون لها بعض السايد أفكت أو الآثار الجانبية من ضمنها حدوث الأمساك. طيب دكتورة كيف نحل المشكلة هذه؟ شو الحل لها؟ كيف نقدر نحل المشكلة؟ عن طريق أولا شرب كميات كافية من الماء، وأنا دائما أقول الناس الكبار لما ما يحبون الماء ممكن نحط معه ليمون، ممكن نحط معه شوية برتقال، ممكن نحط معه أي شغلة بحيث إنه نخليهم يحبون طعمه. بالضبط، هاي تنفع مع كل حد بعد دكتورة. بالضبط. حتى في وايد ناس صغار ما يشربون ماي. فهذا الموضوع جدا مهم، موضوع شرب الماي، موضوع الحركة. لو الشخص الكبير في السن يقدر إنه هو يتحرك ويمشي حتى لو لمجرد مثلا 20 دقيقة. بس مشي، الحركة هذا مهمة. الشيء راح يساعد جدا على موضوع الامساك او حل موضوع الامساك. طبعا تناول الفواكه، الخضروات، الالياف، الفايبرز، الخبز الاسمر، او حتى تناول الفايبرز، يعني في مكملات غذائيه على شكل فايبرز او الياف ممكن تساعدهم على التخلص من مشكله الامساك. يعني اللي ذكرتيهم أهم 3 حلول هي تغيير في نمط الحياة عندهم، يتحركون شوي زيادة وتناول الفواكه والخضروات، وممكن حتى يعني في بعض الحالات ينفع معاها زيت الزيتون. يعني ممكن قفشة الزيتون بشكل يومي ياخذها الشخص الكبير بالسن ممكن تساعد في تليين حركة الأمعاء. هي نصيحة حلوة دكتورة. دكتورة لو تحدثينا شوي، احنا يعني الكثير يتحدثون عن القولون العصبي، كيف ممكن احنا نعالجه لدى كبار السن، او كيف احنا ممكن نحميهم من الإصابة بالقولون العصبي؟ عادة الناس الكبار اللي يكون عندهم قولون عصبي بنلقى ان هاي المشكلة صارت عندهم او عندهم من زمان، من يوم ما هم صغار، من يوم هم صغار، يعني ما وصلوا لتشخيص واضح، والاعراض تكون يا اما نفخة، الم في البطن، مرات اسهال، مرات امساك،
هذه الأمور ما في لها تشخيص واضح بالنسبة للناس الكبار. وايد شغلة مهمة إن إحنا نمنع الإمساك عند هذين الناس اللي عندهم قولون عصبي. القولون العصبي هو عبارة عن خلل وظيفي، هو ليس عبارة يعني هو القولون نفسه ما في شيء عضوي. لما نفحص القولون نلقاه قولون طبيعي، ما في أي مشكلة، لكن المشكلة تكون وظيفية في موضوع الخلل في طريقة عمل الأمعاء. أيوة. وتتأثر جدا بالحالة النفسية، عشان شيء دائما نقول عشان شيء يسمونه القولون العصبي. النفسية تلعب دور، يعني النفسية تلعب دور لما يكون مضايج ممكن يحس بألم، تشنجات، غازات، إسهال، إمساك. طبعا وايد مهم ان احنا نفس مثل ما تكلمنا عن علاج الامساك، الحركه، الرياضه، كثره شرب الماء، البروبايوتيك والبريبايوتيك جدا ينفع في حالات القولون العصبي، اللي هو البكتيريا النافعه وغذاء البكتيريا النافعه، لان هذه اصلا سبحان الله يعني هالبكتيريا موجوده في القولون علشان تخفف النفخه والامساك. مع تقدم بالعمر هذه البكتيريا النافعة عددها ووظيفتها وكفاءتها تقل، فبالتالي لما ناخذ سبلمنت أو مكملات غذائية تحسن من أداء البكتيريا النافعة رح نلقى موضوع القولون العصبي خف مع الوقت. طبعا هاي المكملات احنا ننصحهم دكتورة ان ما ياخذونها بدون استشارة الطبيب المختص، طبعا أكيد. يعني ما يروح للصيدلية ويقول عطني كذي وكذي وبدون بالضبط. ما اني يتأكد، لأن لبعض الناس بالضبط. ممكن في البداية اول ما ياخذونها بالعكس تزود المشكلة ويسوي لهم نفخة بالضبط. بالزيادة هي. لازم اخذها عن طريق تحت استشارة الوعي مهم، يعني مو بأي شيء سمعوا عنه يروحون ياخذونه بدون ما يستشيرون طبيبهم. بالضبط. وفي في شغلة وايد مهمة بالنسبة للشخص اللي عنده قولون عصبي، طول حياته هو عارف انه هو عنده قولون عصبي واهله عارفين هذا الموضوع. في شغلة لازم ننتبه لها، لما الشخص يصير عنده مثلا لا سمح الله دم في الخروج، او صار عنده فقدان وزن، هذه الامور، او صار عنده فجأة انيميا ما كانت موجودة من قبل، هاي كلها عوامل تحذرنا انه لا سمح الله ممكن صار في نوع من الكانسر او سرطان القولون. فالمفروض ان الشخص ما يقول لا والله أنا طول حياتي عندي قولون عصبي بس فجأة صار عنده مثلا دم في الخروج أو فجأة نزل وزنه، هاي أمور لازم ننتبه لها، هاي إحدى العلامات التحذيرية، يعني إن بالضبط. هذا وقت إنك أنت تسوي الفحص القولون. هي دكتورة أكيد. طيب دكتورة شوية تحدثينا عن اللاكتوز وشو هو أثره على كبار السن، هل إحنا نحتاج نحميهم من اللاكتوز أو شو تنصحين دكتورة؟ أوكي. نلاحظ دائما أو يعني نسبة كبيرة من كبار السن لما نحاول نفهم شو الأسباب اللي سببت لهم نفخة، عوارف البطن، نرجع ونشوف شو كلوا وشو الأشياء اللي تناولوها وسببت لهم هذه النفخة، نلقاها منتجات الحليب ومنتجات الألبان. مع التقدم بالعمر إحنا نحتاج أصلا يعني جسمنا يحتاج إنزيم معين اللي هو اسمه اللاكتوز علشان يهضم سكر معين في الحليب بالذات. مع التقدم بالعمر هذا الإنزيم يقل، فبالتالي قدرة الناس الكبار على هضم الحليب بالذات بالمقام الأول الحليب ثم منتجات الألبان. يعني هو يمكن ما عنده المشكلة كانت في أيام الشباب، لكن لأن هذا الإنزيم قل تصير لدى الناس الكبار لأن الإنزيم هذا يقل مع التقدم في العمر، فنلقى هذيل الناس مجرد ما يشربون حليب يشتكون من نفخة، ألم في البطن بصفة أقل مثلا لما يأكلون أجبان أو روب، لكن هو الحليب أكثر من الأساس. أيوة. الحليب أكثر طبعا، يصير عندهم انتفاخ، إسهال، ألم في البطن. المفروض ان احنا او الشخص اللي يعتني بالشخص المسن لو لاحظ انه في كل مره يشرب حليب يصير عنده ألم، المفروض انه يتجنب الحليب. او الحين طبعا في كل الماركت في لاكتوز فري ميلك او حليب خالي من اللاكتوز. لو ما قدر او ما حب حتى هالانواع من الحليب ممكن يتوجه الى الحليب النباتي، اللي هو الحين طبعا في حليب اللوز، حليب الصويا، حليب لوز من كل شيء سووه بحليب دكتوره، من كل شيء حتى الرايس من العيس يعني في منه حليب. لو بعد ما حب هذه الأشياء ولا زال مثلا هو حاب انه يتناول الحليب، في مكملات غذائية بعد ممكن يحصلها في الصيدلية وتحت إشراف طبيب تساعده على انه هو يهضم هذا اللاكتوز.
جميل جدا دكتورة. حين احنا يعني تكلمنا عن العديد من الأمراض اللي ممكن تجيس الجهاز الهضمي، تكلمنا عن الإمساك والقولون العصبي والحساسية من اللاكتوز. دكتورة لو تعطينا النصائح، بعض النصائح اللي توجهينها لكبار السن وأيضا للأشخاص اللي يهتمون في كبار السن عشان احنا نحافظ على جهازهم الهضمي دكتورة. وايد مهم موضوع شرب الماي، وايد مهم موضوع اللايف ستايل أو أسلوب الحياة الصحي اللي على قد ما نقدر إحنا. طبعا دائما مجتمعاتنا العربية تقدر الناس الكبار ونحب إن إحنا نخدمهم ونخليهم يلسين في مكانهم ونجيب لهم الشيء لين عندهم. يفضل إن إحنا نخليهم يمشون، يفضل إن إحنا نخليهم نوعا ما يعتمدون على نفسهم، لأن نحب في بالنا أن في كل مرة هذا الشخص طريح الفراش أو يعني حركته جدا قليلة، ما يقوم من الويل شير رغم أنه هو يقدر يمشي. في بعض الناس يعني أنا أشوفهم يقدرون يمشون لكن الأهل يفضلون أنهم يريحونهم. هذا الشيء في النهاية مو زين حق عضلاتهم ومو زين حق جهازهم الهضمي. فالحركة الرياضة حتى لو شيء بسيط، يعني حتى لو مشي 10 دقائق مثلا بشكل يومي، الحركة، الحفاظ على وزن يعني ما بنقول صحتهم النفسية بعد دكتورة يعني. لأن أنت ذكرتي الصحة النفسية ممكن تأثر على العديد من الأجهزة. وبعدين في شغلة ثانية، الناس الكبار ما يشتهون الأكل، وهذا طبعا يصير نتيجة تقدم في العمر، يصير في ضعف في الحواس، ضعف في الشم، ضعف حتى في المناطق المسؤولة عن تذوق الطعام، فما يحسون بطعم الأكل فممكن ما يشتهون يأكلون. هذه الأمور إحنا نقدر نعوضها عن طريق مثلا شوية بهارات أعشاب وعن طريق تناول الأكل معاهم. أنا هاي دائما يعني شغلة يعني أواجهها مع الناس الكبار. وجبات العائلية يعني نحرص أنهم يكونوا موجودين معانا، يكونون موجودين حتى لو بيأكل الشخص الكبير يعني شيء بسيط، لكن وجود العائلة وياه هذا شيء وايد رح يشجعه، غير عن لما مثلا الكير جيفر أو شخص أو خادم أو ممرضة حطت له الأكل وروحت عنا. فمشاركتهم في الأكل بتخليهم نوعا ما يتقبلون الأكل، لأن الحالة النفسية وايد تلعب دور في تقبل الأكل. دكتورة سلوى السويدي الحديث معاك جدا شيق وممتع. حبيبتي وشكرا على وقتك الثمين ويعطيك ألف عافية. الله يسلمك. الله يعافيك. مع السلامة. مع السلامة. ومستمعينا يعني دكتورة سلوى تحدثت عن العديد من المشاكل اللي ممكن تواجه كبار السن في جهازهم الهضمي، وتحدثت عن العديد من النقاط وأهمها أن نمط الحياة الصحي دائما وأبدا هو العامل الرئيسي في الحفاظ على صحة الشخص. في ختام حلقتنا مستمعينا أذكركم لا تنسون ترتدون كماماتكم طوال الوقت بالطريقة الصحيحة. أشكر لكم حسن متابعتكم واستماعكم لنا، آملين دائما أن نكون عن حسن ظنكم، وأتمنى أنكم استفدتوا من المعلومات اللي قدمناها لكم اليوم. كل الشكر لفريق الإعداد والتنسيق في هيئة الصحة في دبي، كل الشكر لإذاعة نور دبي، وكل الشكر لجميع اللي اليوم ساعدونا في التقديم وفي الإخراج وفي الإعداد. ودمتم في صحة وسلامة، معاكم محدثتكم دكتورة هند العوضي. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.